أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد، وجدد ترحيبي بالأستاذة الدكتورة سامية عبده، أستاذة الباثولوجيا الكلينيكية، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى. دكتورة سامية أهلا بسيادتك مرة تانية. في واحد بعد بيقول اسمي كذا، هو في مشكلة في لبس كرسيه البطن، ده راجل، وبنتي عندها 19 سنة وطولها 160 وزنها 85، محتاج لها نظام غذائي. هو ظاهر عندهم بدانة في العيلة، فبيقول بالنسبة لي أنا كراجل في مشكلة في أني ألبس الكرسي ده. أنا يعني متهيألي برضو محتاج يستشير أخصائي تغذية. طيب عندي استفسار، أنا والدي عنده 62 سنة، مريض قلب، عنده ضعف في عضلة القلب وعنده فتاء، محتاج عملية قلب مفتوح، بس الدكتور رافض يعمل الفتاء عشان القلب. فهو بيقول أنا أعمل إيه طيب؟ يعني أحلها له إزاي؟ برضه لازم يرجع للدكتور بتاعه، مش ممكن هيعمل عملية بدون موافقة طبيب التخدير، لأن دي كارثة. لا، لازم يتعامل برضو مع الدكتور الجراح إذا كان هيديله أي حاجة تحفظية لغاية لما حالته تتحسن، يعالج القلب. لازم دكتور التخدير يبقى موافق على انه يخدر حالة، لان دي هتبقى فيها صعوبة، بس هي مش مستحيلة لكن يعني فيها صعوبة، فلازم يتوافق دكتور التخدير مع دكتور الجراح. طيب انا عندي 23 سنة، وزني 78 كيلو، عندي دهون ثلاثية عالية، الكوليسترول عالي قوي، وعندي تبول لا ارادي بالليل، اوقات ما بيكونش فيه بس في الغالب فيه. هل هو بيسأل بقى هل في علاقة بين الثلاثة دول؟ برضو يعني ما ينفعش اخد كده بالاعراض اللي هو بيقول عليها او بالكلام اللي هو بيقول عليه، لازم يفحصوا اذا كان هل دي حاجة عضوية ولا دي حاجة نفسية ولا دي حاجة عصبية. لازم كل ده يعني الدكتور يفحصه ويتفحص من كذا تخصص، وبعد كده يقرر ايه لانه السبب، هيخش فيها نفسية وعصبية. نفسية وعصبية، سواء نفسي او عصبي او عضوي، فلازم يتكشف عليه من كل التخصصات دي ويتحدد ايه السبب، وبعد كده يتقال ايه العلاج. طيب عندي سكر من 20 سنة، وعندي حساسية صدر من 40 سنة، وسؤالي لسيادتك ازاي اقي نفسي من فيروس كورونا؟ كل الحاجات اللي قلنا عليها مجتمعة، يعني ما ينفعش ان انا البس الماسك واجي مثلا في البيت اروح اقلعه واتقابل بقى مع الناس والزيارات، ما ينفعش يعني طالما دخلت البيت لازم اقلعه بالنظام اللي احنا عارفينه، ولازم اغسل وشي واغسل ايدي واحافظ على كل الاسطح اللي عندي وولادي وعيلتي كله، لازم يبقى بنفس النظافة والنظام اللي ما يسمحش باختلاط يعني اي حاجة فيها ميكروب تنقل العدوى لاهل البيت يعني. تمام. معانا استاذ ايهاب من القاهرة. استاذ ايهاب مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اتفضل استاذ ايهاب. معلش عايز اسال سؤال للدكتورة ممكن؟ اتفضل. الله يخليك يا فندم. هو دلوقتي لو حد عنده فيروس سي، فيروس كورونا اللي هو فيروس كورونا دوت. كورونا. فيروس كورونا. اوكي. وبعد ما يخش الحجر الصحي ويتعالج، معاك يا فندم؟ اسمعنا بالتليفون لو ممكن يا استاذ ايهاب. حاضر يا فندم. بقول لحضرتك لو في حد عنده جاله فيروس ودخل الحجر الصحي، تمام، وبعد ما يخش الحجر الصحي بيتعالج، الفيروس دوت لو وصل لحد الرئه بعد ما بيخرج من بره الفيروس بيموت ولا بيفضل موجود؟ تمام، الدكتوره هتجاوب على سيادتك حالا. شكرا استاذ ايهاب. مصير الفيروس، الفيروس في البداية بيبقى الجسم لسه مش قادر يقاومه ويبتدي يكون أجسام مضادة وحاجات مواد معينة بيفرزها الجسم لغاية لما يقضي بمناعته على الفيروس. مجرد ما الفيروس الجسم بقى قوي وعنده مناعة كويسة بيقضي على الفيروس، فخلاص بيفضل. احنا يعني حتى لما بيكون واحد في العزل بنفضل نعمله التحاليل لغاية لما يطلع نيجاتيف أو سلبي مرتين بينهم 48 ساعة على الأقل، فلما يطلع كده معناها ان خلاص جسمه قضى على الفيروس وبطل يطلعه اصلا في افرازاته. خلاص، فبيبقى خلاص يبقى كده خلص. خلص.
طيب معانا واحد بيقول انا بقالي اسبوع كنت بكح وعندي برد واخدت علاج للبرد اسمه 1 2 3 وجالي خلال يومين اسهال. الحقيقة انا قلقت بس ما فيش حرارة والكحة خفت عن الاول بكتير. بياخد حاجة زي فيتامين سي، هل دي اعراض كورونا؟ لازم يكشف ويحلل عشان اقدر اقول اه او لا. طبعا الكلام كده في المطلق مش ما يقدرش يتحكم عليه. مساء الخير، لو سمحتي عندي 56 سنة ومركب دعامات وضغط وسكر. امبارح بالليل جسمي عرق، طلعت البلكونة جاني رشح وعطس من غير كحة ومفيش سخونة. كان عندي دور برد رشح وعطس وباخد بنادول ومضاد حيوي تفاسين، وانا عندي ضغط وسكر ودعامتين. تاني رسالة ومحدش بيرد عليا، هو متخيل ان احنا بنردش بس احنا غصب عننا يعني. عندي طولي 176، وزني 105، وضغط وسكر، باخد اميرال وجلوكوفاج، اعمل ايه؟ هيراجع الدكتور بتاعه، واضح ان برضو عنده وزن زيادة، فممكن يراجع الدكتور في اذا كان يمشي على نظام غذائي معين وهو يساعده. تمام. معانا الاستاذة دميانة من بورسعيد. استاذة دميانة مساء الخير يا فندم. الو مساء النور، اهلا بيكي. لو سمحت انا بقالي فترة عندي شكشكة في اللسان. في لسان سيادتك؟ في اللسان. ايوه. تمام. مفيش عندي اي اعراض تانية خالص. ايوه. بتشكي في انها كورونا يعني؟ لا مش بشك ان هي كورونا، بس انا بقالي يعني حوالي شهر ونص كده او شهرين هي في شكشكة جامدة في لساني وفي الحلق بس. تمام. انا حتى مش عارفه اكشف ايه او ده ممكن يكون ايه حضرتك. دكتورة هترد على سيادتك حالا يا فندم. شكرا يا استاذ دميان. ممكن تكون ايه الشكشكة؟ شوف دكتور، انف واذن. انف واذن حنجرة. ده شغل في منطقة الفم. يعني؟ اه يعني. طيب يبقى الحل يا استاذه دميانة انك تكشفي انف واذن وحنجرة. طيب مساء الخير، لو سمحتوا انا ليا 4 سنين عندي قرحة في المعدة، عملت منظار مرتين، دكتور قال لي قرحة ودكتور قال لي التهابات شديدة في المعدة، اخدت علاج اكتر من شهرين وخفيت، لكن للأسف فترة مؤقتة ورجعت اتعب تاني. حاليا باخد علاج اوميبرازول 20 ملي كل يوم صباحا قبل الفطار، ليا 4 سنين على كده، ارجوك قولولي ممكن اعمل ايه؟ لو سمحتوا عايز اعرف في مشكلة من استخدام الاوميبرازول بصفة دايمة ولا لا. برضو لازم يروح لتخصص جهاز هضمي، لان ما ينفعش اخد دواء باستمرار كده بالشكل ده بالسنين دي يعني. تمام. معانا استاذة شادية من استاذة فادية من اسيوط. استاذة فادية مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم الدكتورة سامية لو تكرمت؟ اتفضلي. مساء الخير دكتورة سامية. مساء النور، اهلا وسهلا يا فندم. من فضلك، هو التحذير من التجمعات والخروج بره، طب افرض انا خرجت مثلا هقضي مصلحة، طب انا هبقى مغلفة بالفيروس، ابقى كبسول جوه الفيروس، فالماسكة هتعمل ايه؟ الفيروس هيبقى في شعري وفي هدومي يعني عايزة افهم لو تكرمت، يعني شعشة بايديا والماسك اللي هيحميني. حضرتك المداخل بتاعة الفيروس لجسمنا هي الفم والانف والعينين. اه. احنا بنحاول نحمي المداخل دي بلبس الماسك. وبرضه بنحاول ان احنا نعمل تباعد بيني وبين اللي قدامي متر فما فوق، علشان هو الفيروس ده ما بيطرش في الهواء. الفيروس ده بيبقى عايش جوه الرذاذ اللي هو بينتقل في مسافة المتر. لكن لو عديت بره المتر ده فهو مش هينتقل، لان الرذاذ ده هيبقى تقيل هيقع. لو انا خدت على الاسطح اللي حواليا، او حتى لو الفيروس نزل على جسمي وخدته على ايدي وغسلتها، الفيروس مات بالماء والصابون.
لو انا غسلت هدومي الفيروس برضو مات بالمية والصابون بتاعت الغسيل. تعرضت لأشعة الشمس وبالذات الشمس بتاعت حرارة الصيف برضو بتأثر على الفيروس. الخطورة ان احنا نبقى موجودين في اقل من المتر والابواب بتاعت جسمنا الفم والانف والعينين مفتوحة، يبقى اي حاجة ممكن تدخل علينا وتأذي، ممكن في ساعتها يبقى انا عرضة للخطر هنا. فلازم نلبس الماسك ولازم نطهر ايدينا ولازم ننظف كل حاجة حوالينا ولازم نتباعد اللي هي مسافة المتر او اكتر في تعاملاتنا مع الناس. شكرا ليكي استاذة فادية. معنا استاذة سوزان من حلوان. استاذة سوزان مساء الخير يا فندم. مساء النور، اخبار حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي سيادتك. معلش، هو بابا من امبارح وكان جسمه دافي شوية وبعدين طلع في الهواء، فهو عنده جسمه كله مهمد وحاسس يعني جسمه كله تعب يعني برد في عظمه. تمام. بابا بابا كم سنة يا استاذة سوزان؟ 56. تمام. بس من امبارح بالليل يعني مع جسمه ده في سخونيه ظهرت عليه، بس هو عمره ما جاله الدور ده بسخونيه، يعني كان لما بيجيله برد في عظمه كان من غير سخونيه خالص. دلوقتي بدات عليه الاعراض من امبارح، سخونه وبعدين جاب خد مضاد حيوي وخد حاجات لل نعم اتفضلي يا فندم. سامعك. وظهرت عليه السخونه من امبارح وبنقيس له الحراره من امبارح، بعد ما ياخد مضاد حيوي الخافض الحراره بتنزل. بطل راح اترفع التاني. يعني الحرارة مرتبطة بالمضاد الحيوي ولا بالخافض؟ انا بصراحة مش بروح، انا ما مش بروح هناك، فانا لما اكلم ماما بتقول لي ان هو اخذ الدواء الحرارة نزلت، بعد ما بطل الدواء الحرارة رفعت تاني بقت 38 او 38 وحاجة. طيب دكتورة هترد على سيادتك حالا يا استاذة سوزان، شكرا ليكي. الانتيبيوتيك انتيبايوتيك نزلوا هو ده علاج الحقيقه بدون تشخيص. انا ممكن نوافق على المخفضات الحراره، لكن مضاد حيوي بدون استشاره الطبيب دي ما اقدرش اقول صح ولا غلط. هو عنده التهاب بكتيري ولا التهاب فيروسي؟ ما اعرفش. فده كده مش مظبوط. ان انا اخدت العلاجات ممكن يكون دور برد فيروس تاني غير الكورونا، وهاخد العلاج بتاع خفض الحراره وعلاج الاعراض والرشح والحاجات دي، وممكن اجرب اقعد اعزل نفسي في البيت، مهم جدا اعزل نفسي في البيت واشوف اذا كانت الاعراض دي بتتحسن، بس ما اقدرش اقعد اكتر من 3 ايام بكتير. ما عنديش اعراض بتظهر عليا بزياده، كحه، ضيق في التنفس، ما ينفعش استنى، لازم اروح للمستشفى على طول. او الحل التاني ان انا لو انا حالتي دلوقتي سيئه وما بستجبش اروح المستشفى على طول واكشف، لكن ان انا يعني اجرب حيويه واجرب وكده لا شوي. مش متظبط. طيب معانا استاذ ميخائيل من بني سويف. استاذ ميخائيل مساء الخير يا فندم. الو استاذ ميخائيل. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل يا استاذ ميخائيل. كنت عايز اسال يا فندم، يعني الحقيقه نقوي المناعه عندنا في الجسم يعني يكون اكتر يعني. تمام دكتور هترد على سيادتك حالا، شكرا يا استاذ ميخائيل. بالرياضه، بالاكل، الحاجات الصحيه، الفاكهه والخضار والحاجات اللي فيها، المشروبات والحاجات الطبيعيه اللي فيها معادن واملاح، بلاش الجانك فود والحاجات الاكل السريع السريع ده والمطبوخ واللي فيه دهون كتير. كان ده برضو سؤال محطوط قدامي، واحد بس بيغسل كلى فبيقول عايز يقوي جهاز المناعة، فأعتقد هتبقى نفس الإجابة. بس هو لا، ليه نظام غذائي مخصوص ومش أي حاجة يقدر ياكلها، فيستحسن برضو يستشير الدكتور أثناء الجلسة. طبعا لأن هي بتبقى صعبة شوية. طيب في واحد بيسأل بيقول أنا بحس بضربات قلب سريعة بتجيلي مرتين في اليوم، أنا مريض سكر، طولي 170 وزني 70، عايز أعرف ليه ضربات قلبي بتبقى سريعة بالليل وأنا نايم. برضو محتاج يشوف الدكتور بتاعه، هل هو عنده ضغط، هل هو عنده بيشرب كافيين كتير، شاي وقهوة ومنبهات وحاجات زي كده، برضو دي بترفع ساعات
ضربات القلب بتخلي الانسان يحس بالضربات القلب، هل في ضربه ناقصه ساقطه فهي دي اللي بتديله الاحساس ده؟ لازم يكشف، يشوف الدكتور بتاع الاول، يشوف دكتور السكر يظبط له السكر، يشوف لو هو عنده ضغط، يشوف يتابع مع دكتور قلب واوعيه دمويه. تمام. معانا استاذ خيري من اسكندريه. استاذ خيري مساء الخير يا فندم. سنوره باشا. اتفضل يا استاذ خيري. اكلم الدكتوره؟ اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتوره. ممكن تعلي صوتك شويه؟ لو سمحت يا دكتوره. اتفضل يا فندم. الانسان اللي يكون في العزل وعنده سهر وسكر وضغط وتعالج وطلع، هل هيجي له الفيروس الثاني؟ طيب. شكرا دكتور. شكرا يا استاذ خير. الى الان ما يعني ايه، بنقول ان الجسم بياخد مناعه من الفيروس، لكن هو للاسف الفيروس ده بيحصل له تحورات يعني. فصحيح اللي بيبقى عادة في موقع جغرافي واحد يعني، او في المكان الواحد بيبقى هو نوع واحد عادة بيبقى كده، بس احنا برضو بنقول الاحتياطات واجبة، احتياط واجب، ولازم الواحد برضو يطمن وان هو برضو يعزل نفسه يعني، ياخد الاحتياطات الوقائية اللازمة، لبس الماسك والغسيل الايدين والحاجات دي كلها، محدش يقول انا تعديت مرة وخلاص. لازم يكون طبعا ما نعرفش يعني ايه اللي بيحصل قدام بعد كده. واحد بيشتكي من غالبا الغدة الدرقية، انا عندي خمول وباخد دواء التروكسين 100 بقالي سنة، بس من اسبوعين حاسس بوجع جامد في مكان الغدة، بس ما فيش انتفاخ ولا اي حاجة. ممكن يراجع برضو الدكتور الجراح بتاعه، ممكن دي تكون يعني اثر الندبة بتاعت الجرح، صحيح هي قديمة وبقالها سنة، بس ممكن يبقى بيحصل فيها بعض الأحيان التهاب، فلازم يراجع الدكتور الجراحة أو الدكتور جلدية عشان يشوف الكلام ده أصله. أصل مش هينفع برضو يعني، في حاجات ما تنفعش الواحد يبت فيها عن طريق الوصف يعني. طيب برضو مش عارف إيه موضوع الغدة الدرقية. أمي عمرها 55 بتعاني من خلل في الغدة الدرقية وعملت عملية، بس للأسف حصل مضاعفات، مش عارف بسبب الغدة ولا هي طبعا بيجي لها شرق أو بتكح كتير للأسف، البول بينزل غصب عنها، بس حاجات بسيطة بتتعالج من الضغط. ده ممكن يكون تخصص ايه عشان أأثر عليه السكة ونقول له يروح فين؟ الغدة الدرقية يبقى عند دكتور غدد، لكن ممكن بقى اللي هو بيسموه الثلث البولي ممكن يبقى دكتور مسالك او دكتور امراض نساء، هما اللي ممكن يفهموا في الاسباب بتاعته. تمام. دكتوره سعدنا بلقائك، وفي ختام حلقتنا بشكر استاذه الدكتوره ساميه عبده، استاذ الباثولوجيا الاكلينيكيه، نائب مدير مستشفيات جامعه عين شمس ومدير مكافحه العدوى. دكتوره شرفتينا نورتينا. شكرا بحياتك. أعزائي المشاهدين، بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده عن برنامجكم خد حذرك، بشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.